بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. وسلام على جميع الأنبياء والملائكة والمرسلين وصلوات الله عليهم أجمعين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نزل القرآن على عبده نورا وهدى وبين الأحكام لعباده ولم يتركهم سدى. الحمد لله الذي من علينا بحفظه وتلاوته وهدى. الحمد لله الذي لا ينقضي معروفه أبدا. الحمد لله بجميع محامده التي لا تحصى عددا. الحمد لله الذي يجزي بالحسنة إحسانا وبالسيئة تجاوزا وغفرانا. الحمد لله الذي كفانا وآوانا ورزقنا وأعطانا. الحمد لله الذي أولانا. الحمد لله الذي أعاننا وسترنا. الحمد لله القائل يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. الحمد لله الذي يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. الحمد لله القائل يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقربها مغفرة. سبحانك سبحان من يمهل العاصي على سبحان من يفرح بتوبة عباده سبحان من يستحيي إذا رفع إليه العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين. سبحانك ربنا ما أعظمك من تصرف بحولك وقوتك ألنت له الحديد. ومن رضي بقضائك رضيت له ما يريد. ومن جاء بالحسنة فله عشر أو تزيد. سبحانك ربنا ما أعظمك تعلم منا ما لو علمه الأبوان لفارقونا ولو علمه الأحباب لهجرونا ولو علمه الجيران لقاطعونا. ولكنك سبحانك تستر ولا تفضح وتداوي ولا تجرح وتنادي على كل عبد ليفرح. من أتى إليك تقبلته من قريب. سبحانك ربنا ما أعظمك نعصيك فتستونا ونسألك فتعطينا فما
سننة عرشك ونشهد ملائكتك وجميع خلقك ونشهد عبادك الواقفين معنا الآن بين يديك أننا نشهد أن لا محمد صلى الله عليه وسلم قال لأهل مكة بعد أن نصرته عليهم اذهبوا فأنتم الطلقاء ونحن نطمع في عفوك ورحمتك أن تقول لنا في هذه الليلة المباركة اذهبوا فأنتم العتقاء وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهو أو نسيان أو زيادة أو نقصان اللهم زيننا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن اللهم أكرمنا بكرامة القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وبيننا وبين النار سترا وحجابا اللهم اجعل هذه الختمة المباركة في ميزان كل واحد منا باسمه يا رب العالمين اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين كل نفس ذائقة الموت ونحن مسلمون وراضون ولكن نسألك يا اللهم الطف بنا عند الموت اللهم إن مشهد الاحتضار مشهد حير ألباب الصالحين وطاشت له قلوب العارفين ونحن نسألك يا الله أن تختم لنا بخاتمة العارفين الأبرار اللهم اجعل خاتمتنا لهذه الدنيا لحظات توحيد وإيمان ورضا ورضوان اللهم طيب ألسنتنا عند الموت بلا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اختم لنا بالسجود بين يديك اللهم اختم لنا بالسجود بين يديك
اللهم ارحم ضعفنا ونحن نغسل، اللهم ارحم ضعفنا ونحن نكفن، اللهم ارحم ضعفنا ونحن نخرج من بيوتنا ومن بين أهلنا إلى ضيق القبور ووحشة القبور. اللهم ارحمنا إذا دغس قبرنا ونسي اسمنا فلم يزرنا زائر ولم يذكرنا ذاكر. اللهم ارحمنا يوم ينادى علينا بأسمائنا يا فلان ابن فلان قم للعرض على الله بأي وجه نلقاك ربنا وقد أهلكتنا الذنوب وآلمتنا العيوب. اللهم إنه قد بلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنك تدني العبد منك يوم القيامة وترخي عليه سترك وكنفك وتقول له عبدي فعلت كذا وكذا وتقرره بذنوبه حتى إذا أيقن بالبوار وظن أنه من أصحاب النار قلت له وأنت العزيز الغفار سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. اللهم أنت الكريم سبحانك لم نر منك إلا الجميل سبحانك لم نر منك إلا الجميل سبحانك لم نر منك إلا الجميل. اللهم اجعلنا ممن يساقون إلى الجنة زمرا. اللهم اسقنا من حوض نبيك المصطفى شربة هنية لا نطمأ بعدها أبدا. اللهم اسلك بنا مسلكا. اللهم أدخلنا مدخلا. اللهم إننا آمنا به وأحببناه ولم نره فلا تحرمنا رؤيته في الجنان. اللهم لا تحرمنا رؤيته في الجنان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحم أناسا صاموا وقاموا معنا في الأعوام الماضية. اللهم ارحم أناسا استعدوا لصيام وقيام هذا الشهر فأدركهم الموت قبل أن يدركوه. اللهم ارحم أناسا من أهلنا هزنا إليهم الحنين. اللهم ارحم أناسا من أهلنا وأصدقائنا عشنا معهم أجمل السنين. اللهم ارحم أناسا من أهلنا ضل وجعهم يوجعنا ضل فقدهم يوجعنا وذكراهم تؤلمنا. اللهم إنهم كانوا بهجة حياتنا وأنس مجالسنا وهم الآن عندك في ضيافتنا
بنعمتك اللهم فأكرم ضيافتهم وأحسن وفادتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا بر الوالدين ورضا الوالدين وشكر الوالدين. اللهم اجزهم عنا احسن الجزاء برحمتك يا رب الارض والسماء. اللهم انهم ربونا صغارا فاحسنوا الينا كبارا. اللهم فاجزهم عنا احسن الجزاء. اللهم سامحنا ان قصرنا في حقهم. اللهم سامحنا ان رفعنا صوتنا فوق صوتهم. اللهم ارحمهم وعافيهم. اللهم ارزقنا برهم. اللهم لا تشغلنا عن والدينا بمال ولا متاع. اللهم لا تشغلنا عن والدينا بمال ولا متاع. اللهم أكرمنا بالسؤال عنهما والحرص عليهما. اللهم سامحهم فيما ضيعوا من حقوقك وسامحنا فيما ضيعنا من حقوقهم. اللهم إننا معترفين أننا في حق الوالدين مقصرين فاغفر لنا يا رب العالمين. اللهم من كان من والدينا مهموما ففرج همه ومن كان منهم مظلوما فاكشف غمه ومن كان منهم مديونا فاقض دينه ومن كان منهم مريضا اللهم اشفه من مرضه. اللهم اشفه من مرضه. اللهم اشفه من مرضه. اللهم من كان من والدينا حيا اللهم أطل عمره وأحسن عمله وارزقنا وإياه حسن الخاتمة. ومن كان منهم ميتا أما أو أبا اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم بدل سيئاته حسنات. اللهم املا قلبه رضا ورضوانا وسرورا وسلوانا. اللهم ومن كان منهم في هذه الساعة معذبا في قبره اللهم بدل عذابه نعيما. اللهم بدل عذابه نعيما. اللهم اغفر له. اللهم تجاوز عنه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ بلدنا المغرب الحبيب. اللهم احفظه من الفتن والشرور. اللهم اجعله بلد الحبوب والسرور. اللهم اجعله قبلة الأمان وراحة الاطمئنان. اللهم لا ترنا في بلدنا هذا قتلا ولا ترويعا ولا دماء ولا أشلاء. اللهم من أراد أن يفتننا في بلدنا هذا اللهم ضيق أنفاسه. اللهم أفقده حواسه. اللهم اكفنا شره وبأسه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وحد صفوفنا واجمع كلمتنا وأزل أسباب الخلاف من بيننا. اللهم انصر أميرنا وملكنا وولي أمرنا محمدا الثالث. اللهم اجعله هاديا مهديا راضيا مرضيا. اللهم اجعله
واحفظوا في ذنابه وإيانه. اللهم احفظوا من كيد الكائدين وحقد الحاقدين ومن كل سوء يا رب العالمين. اللهم احفظه في وده عهده وحلة كبده. اللهم حقق له فيه مناه وأعطيه سفله ورجاه. واحفظ أخاه وكل من مد إليه بسبب ونسب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل هذه الختمة المباركة وهذا الدعاء في ميزان من كان سببا في جمعنا وصلاتنا ودعائنا. اللهم إنه أكرمنا وهو غائب عنا في قبره. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعله من السعداء واحشره مع الشهداء. اللهم بدل سيئاته حسنات وارفع منازله في أعلى الدرجات. اللهم بارك في أبنائه. اللهم اجعلهم إخوة متعاونين وفي الطاعة مجتهدين وإلى جودك وكرمك سابقين. اللهم اجعل هذا العمل لهم ذخرا وأعظم اللهم لهم أجرا. اللهم عجل بالشفاء لوالدتهم. اللهم اشفها وعافيها ومن كل الأمراض داويها. اللهم أفرحها بشفائك. اللهم أفرحها بشفائك. اللهم أطل عمرها وأبرئ سقمها واشف مرضها وأسعدها بأولادها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق العاملين والعاملات على هذا المسجد إلى كل خير. اللهم إنهم قد بذلوا جهدهم ووقتهم في إراحة المصلين. نظفوا بيتك ورحموا بعبادك. اللهم إنهم اجتهدوا في خدمة بيتك محبة فيك وترحيبا بعبادك ومصليك. اللهم فاجزهم عنا أحسن الجزاء. اللهم اجعل أعمالهم مقبولة وأغراضهم مقضية. اللهم بارك فيهم وعليهم يا رب العالمين. اللهم واجز كل من ساهم في إنجاح هذا الجمع بمال أو عمل أو كلمة طيبة خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم ما هؤلاء عبيدك جاءوا إلى بيتك وقفوا بين يديك رفعوا أكف الضراعة إليك أتوا إليك مقبلين تائبين معترفين نادمين. جاءوا إليك رجالا ونساء شيبا وشبانا صغارا وكبارا اجتمعوا في هذا المكان ليدعوك دعاء واحدا ويرجوك رجاء واحدا وجاءهم أن تعتق رقابهم من النار. اللهم اعتق رقابهم من النار. اللهم حرمهم على النار. اللهم اكتب لهم في هذه الساعة رضا لا سخط بعده أبدا. اللهم اكتبهم في هذه الساعة عندك من المقبولين. اللهم إن من
منهم الضعيف ومنهم المريض ومنهم الذي يشكو إليك ذنوبه. اللهم يا فارق الحب والنوى اعط لكل امرئ منهم ما نوى. اللهم أعطهم سبلهم واقض أغراضهم. اللهم من كان منهم مريضا فشافه، ومن كان منهم مبتلا فعافه، ومن كان ضالا فاهده. اللهم من كان منهم عقيما اللهم أفرحه بالذرية الصالحة. يا من وهبت يحيى لزكريا يا رب الأرض والسماء، اللهم اشفنا وعافينا ولا تكلنا إلى طبيب يداوينا. اللهم بارك في هذه المدينة وبارك في أهلها وبارك في أهلها. اللهم احفظ شبابها وأصلح صغارها. اللهم احفظ أهلها من الربا والزنا والفواحش والسحر والشعوذة. اللهم احفظ أهلها من الأمراض والأسقام والأوباء برحمتك يا رب الأرض والسماء. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تجعلنا ممن صام رمضان حق الصيام وقامه حق القيام وغفرت له الذنوب والآثام. اللهم اجعلنا ممن فاز بقيام ليلة القدر ونال ما فيها من الثواب والأجر. اللهم إن كتبت في سابق علمك أن هذه الليلة هي ليلة القدر فلا تحرمنا عتقها وبركتها وهديها وغناها وفرجها وتوفيقها. اللهم وما أنزلته فيها من شر وبلاء وفتنة ومرض فاصرفه عنا وعن المسلمين يا رب العالمين. إلهنا لا ندري أبعد هذا الصيام صيام أم بعد هذا القيام قيام أم بعد هذا الدعاء دعاء. اللهم من كتبت في سابق علمك أنه لن يدرك رمضان القادم، اللهم اكتب له أجر صيامه وقيامه ودعائه وهو في قبره يا الله. إلهنا من المقبول فينا فنهني ومن المطرود فينا فنعزي. اللهم اجعل هذه الليلة ليلة هنا لا ليلة عزاء. اللهم اجعل هذه الليلة ليلة هنا لا ليلة عزاء. اللهم اجعلنا ممن قلت لهم في ختام هذه الليلة المباركة ارجعوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لكم. اسألوني اطلبوني وعزتي.
عظمتي وجلالي لا أود لكم سؤالا. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.